أنا اللي بقى نقول بأننا لا أرى مانع وتوفيق بعشرين والزوجة توفيق بعشرين لا ترى مانع أن الفيديوهات يتنشروا يكون ترفع السرية. هذه فضاح على الأقل الضغط ديال الشارع والضغط ديال العائلات غادي يفرض على هاد المشتكيات الأربعة اللي بقاو لأن واحدة ما بقاش كتجيهم دابا بقاو غير أربعة ربما يقرب الحقيقة ويقول لهم سي زين الفيديو اللي تعرض في الفورنو ماشي مانيش أنا أولا قانوني وثانيا سياسي كيقول لك الفيديوهات في الحالة التي هي عليها أحسن يشوفها الشعب لأن هذه فخمة من قلب الشعب هذه واحد واش أنت تبغي الشعب يشوف